السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن وأبعاد إحاطة المبعوث الأممي حول الحل السياسي. أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أنه سيقدم إطارا للمفاوضات خلال الشهرين المقبلين. وقال المبعوث إن الصراع أحدث تغييرات على الأرض في محافظات عديدة وخاصة الجنوبية، وجعل إحباطات وتطلعات الجنوبيين الطويلة الأمد أكثر وضوحا. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في اليمن، قدم خلالها جريفيث إحاطته الأولى عن نتيجة مباحثاته مع الأطراف اليمنية بشأن العودة إلى طاولة المباحثات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى أين تمضي التحركات الأممية الرامية إلى إعادة المسار السياسي؟ وهل تغير هذه التحركات من شكل الحل الأممي السابق للأزمة؟ متابعة التقرير التالي، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفي. أعلن افتتاح جلسة مجلس الأمن 35 بعد 208,000. عود على بدء، إذ لا يبدو أن لدى المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن البريطاني مارتن جريفيث ما يكفي من الإنجازات للبدء من حيث انتهى إليه سلفه. هذا ما كشف عنه محتوى الإحاطة الأولى التي قدمها في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 17 من هذا الشهر. جريفيث أكد أن الحل السياسي لوضع حد للحرب في اليمن متاح فعليا، وأن الخطوط العريضة لهذا الحل تتمثل في إنهاء القتال وسحب القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة في المواقع الرئيسية، والاتفاق على تشكيل حكومة تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف فيما بينها على توافق في الآراء من أجل بناء السلام. في إحاطة اليوم سأطلعكم على آخر المعلومات، على مخاوفي وعلى بوادر الأمل، وأنا أنوي خلال الشهرين المقبلين أن أعرض على المجلس إطارا للمفاوضات. المبعوث الأممي لفت إلى أن خطته الحالية تقضي بأن يعرض على مجلس الأمن خلال الشهرين القادمين إطار عمل لإجراء المفاوضات. وجاء في إحاطة المبعوث الأممي ما يفيد بأن الحرب كانت أكثر ضراوة وأكثر إلحاحا في غضون الأسابيع القليلة الماضية. إنها الفترة الزمنية نفسها التي استغرقها المبعوث الأممي في جولة للمنطقة شملت صنعاء، وحينها وجه الحوثيون واحدة من أكثر الضربات الصاروخية كثافة على مدن سعودية في وقت شهدت فيه صعد والجوف وصنعاء وتعز معارك عنيفة في تطورات وصفها جريفيث بأنها الأشد ضرراً. ويرى المراقبون إن واحدة من أكثر الإشارات خطورة وغموضاً في إحاطة المبعوث الأممي هي تلك التي تتعلق بالوضع في الجنوب، حينما اعتبر أن ما وصفه بالصراع قد أحدث تغيرات رئيسية على الأرض وجعل إحباط وتطلعات الجنوبيين الطويلة الأمد أكثر وضوحاً. وتأكيده كذلك على أنه لن يكون هناك سلام في اليمن إذا لم نستمع أيضاً إلى أصوات الجنوب ونتأكد من تضمينها في الترتيبات السياسية التي تنهي الحرب. وما كان مفترضاً أن يشغل الجانب الأهم لأول إحاطة للمبعوث الأممي ممثلاً في التداعيات الإنسانية للحرب جاء مقتضباً على نحو يكشف غرق المبعوث الأممي في الشق السياسي من جهود البحث عن حل يبدو أنه لن يكون قريباً. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن الصحفي صلاح السقلدي. سيد صلاح، مساء الخير. مساء الخير، ومساء الخير على السادة المشاهدين جميعا. أهلا بك سيد صلاح. يعني قبول وارتياح من قطاع واسع من الجنوبيين بإحاطة المبعوث الأممي الجديد يوم أمس، إذا ما تحدثنا عن ما هو الجديد التي أضافته هذه الإحاطة للمشكلة الجنوبية؟ نعم، المبعوثان السابقان جمال بن عمر وغلد الشيخة أشاروا كثيرا إلى القضية الجنوبية في معرض إحاطاتهم وتقاريرهم، إلا أن الإحاطة الأخيرة للمبعوث الجديد جريفيث ميزة بأنه اشترطت أن أي تسوية سياسية يمنية لن تكون ناجحة إن لم يكن الجنوبيون ممثلين وحاضرين بهذه التسوية. وبالتالي فما يشير بهذا التقرير هو ان القضيه الجنوبيه قد اخذت اهتمام سياسي اكثر من المدرسين السابقين، وهذا يشير دلاله قاطعه على ان هناك تفاهم اممي للوضع في الجنوب وبالذات في الشق السياسي. كثير من ما ورد في الاحاطه هذه هناك نقاط مهمه حسب ما لاحظتها
نعم. لعل القضيه الجنوبيه كما اسلفنا، وهناك اشارته الى ان اي تسجيل يجب ان لا تسبقها باي اشتراكات من اي قوى بالساحه اليمنيه، اضافه الى ان هناك لم يتعرض كثيرا ولم يشدد على الاطلاق على ان هناك مرجعيات ثلاث تكون هي مظله او تكون هي الاساس اساس قاعده اي تفاوضات واي تسويه سياسيه قادمه. نعم، إذا ابقى معي سيد صلاح. أشرك معنا في النقاش الدكتور عبد الله الغيلاني، محلل أو باحث سياسي، سينضم إلينا من مسقط. دكتور مساء الخير. مساء الخيرات لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور. يعني نبدأ معك في نقاش حلقة اليوم، يعني نتحدث اليوم عن إحاطة المبعوث الأممي التي قدمها يوم أمس لمجلس الأمن. بداية، يعني إحاطة المبعوث الأممي الجديد هل تغير من شكل المسار السياسي المرسوم سابقا، أو سيكون شكل التعاطي الأممي الجديد للحل مغاير تماما، أم كيف؟ نعم، ابتداء ليس هناك مسارا سياسيا مرسوما فخلال السنوات الثلاث المنصرمة. نعم، الأمميون يأتون ويذهبون ويقومون بهذه الجولات السياسية بين العواصم الإقليمية، وفي نهاية الأمر لا يتمخض كل هذا الجهد عن شيء، أي عن شيء يعني متماسك، عن مشروع سياسي متماسك مطروح. الآن الجديد في هذه المرة هو استيعاب القضية الجنوبية، ولا إشكال في ذلك. أنا قلت مرارا أن هناك مطالب مشروعة ومتفهمة للحراك الجنوبي وينبغي أن تستوعب، ولكن يعني مستغرب أن المكون أو القضية الجنوبية تستوعب باعتبارها مكونا خارجا عن الشرعية، أي يعني مكونا إضافيا، وهذا جديد للأزمة اليمنية. دعني أؤكد ابتداء أن الأمم المتحدة ممثلة في المبعوثين الأول والثاني الآن، مهمة الأمم المتحدة ابتداء كانت قائمة على التخريج السياسي التالي: دولة كانت قائمة، حكومة شرعية معترف بها، جاءت مجموعة مسلحة فأسقطت هذه الدولة، وبالتالي كل هذه التداعيات وكل هذه الإفرازات التي نراها اليوم هي ناجمة عن هذا التطور. إذن القضية اليمنية على مستوى التخريج السياسي والقانوني كانت على هذا النحو، أن حكومة شرعية تم الإطاحة بها، وأن عصابة مسلحة هي التي قامت بذلك، وبالتالي كانت الجهود متجهة إلى محاولة إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه، مع الأخذ في الاعتبار الدوافع التي أدت بالحوثيين إلى إسقاط الحكومة على البلاد. كان هذا هو التخريج السياسي والقانوني الذي قامت عليه مهمة الأمم المتحدة ومبعوثها. الآن هذا التخريج يتعرض للتفكيك، هناك تخريج آخر، بمعنى أن هناك طرف ثالث تم إضافته إلى يعني الطرفين الأول والثاني، وهذا منعرج، يعني منعرج ليس بالهين. أحسب أنه سوف يدخل القضية اليمنية في مزيد من المتاهات ومزيد من التعقيدات. الحكومة اليوم صارت طرفا ضمن أطراف ثلاثة. طيب، ما هو الحل المرجو؟ ماذا الآن لو جاءت مجموعة رابعة من الشرق مثلا وطرحت مطالب، وجاءت مجموعة خامسة من الغرب وطرحت مطالب، وهكذا. أنا أظن أن هذا التخريج السياسي الجديد الذي طرحه المبعوث الأممي هذا يعقد المسألة أكثر. كان ينبغي أن يصر على أصل المشكلة، على تعريف المشكلة في أصلها، وهي أن مجموعة مسلحة سقطت على السلطة وأسقطت الحكومة الشرعية، وبالتالي الجهد السياسي كان ينبغي أن يتجه إلى يعني هذا المسار، هو عدم الاعتراف بما حدث بعد الرابع سبتمبر 2014 وإعادة الحكومة الشرعية. كان يعني هذه القاعدة التي كان ينبغي أن يقوم عليها. الحل السياسي. لكن دكتور، يعني ايضا من خلال حديث المبعوث الاممي فيما يتعلق بالقضيه الجنوبيه، يقول انه يعني احباطات، قالها بهذا السياق، احباطات وتطلعات الجنوبيين الطويله الامد باتت اليوم اكثر وضوحا. يعني في اي سياق يفهم ما قاله المبعوث؟
أنا أخي يعني التطلعات التي ينادي بها المجلس الانتقالي وأيضا بعض الفصائل في الجنوب يعني معروفة، هل يقصد المبعوث الأممي فيما قاله يعني ذات التطلعات التي هي أيضا ينادي بها البعض يعني المتمثلة بالانفصال؟ نعم نعم نعم، أولا مطالب الجنوبيين ليس الانفصال بطبيعة الحال، المطالب السياسية، المطالب الاقتصادية، المطالب الاجتماعية، هذه مطالب مشروعة ومحقة، وأحسب أن تقصيرا بالغا قد لحق بالجنوب بعد الوحدة، وتعرض الجنوب لكثير من التهميش، هذه مطالب محقة ومتفهمة وحري بها أن ينظر إليها وأن تستوعب، ولكن يبقى السؤال تستوعب في أي إطار؟ يعني هل تستوعب هذه المطالب مطالب الحراك الجنوبي باعتبارها طرف ثالث قضية منفصلة أم أنها تستوعب في إطار الشرعية؟ نحن الآن أمام خصمين، الحكومة الشرعية المعترف بها إقليمية ودولية والتي تم إسقاطها، وهذه العصابة المسلحة التي أسقطت هذه الحكومة. ينبغي أن نبقي على هذا السياسي وعلى هذا التعريف القانوني للمشكلة اليمنية. أما أن تطرح القضية الجنوبية باعتبارها مكون ثالث خارج إطار الشرعية، أنا أحسب أن هذا يعقد الحل السياسي ويدخل اليمن في مزيد من المتاهات. نعم، إذن أشكرك دكتور، سأعود بعد قليل لأكمل معك، سأذهب لضيفي الآخر الصحفي صلاح السقلدي. يعني سيد صلاح، يعني اليوم يعني باتت فيما يتعلق في القضية اليمنية يعني كثرت الأطراف، يعني كان هناك في البداية طرفان، الطرف المتمثل بميليشيات الحوثي المنقلبة وأيضا طرف الأساس وهو الشرعية، اليوم طرف جديد ينضم وهو يعني القضية الجنوبية والحراك الجنوبي. تعدد الأطراف فيما يتعلق بالقضية اليمنية هل سيعجل من الحل أم سيعمل على يعني إطالة أمد الأزمة؟ إن أردنا أن نوصل للحل فيجب أن ننظر إلى المشكلة، ما هي جذر المشكلة بالأوضاع الموجودة في اليوم، هي ليست نتيجة انقلاب شرعية الأزمة اليمنية، هي على الأقل على الأقل جذرها من عام 94 بدليل أن القضية الجنوبية موجودة من قبل الانقلاب وموجودة في المنطقة الهوستالية. إن أردنا أن نحل المشكلة فيجب أن نحلها من جذورها. الآن إذا حضر الحل الأزمة اليمنية ما زالت عودة الشرعية وإنهاء الانقلاب، فهذا معنى اتجاه أولا فليحدد القضية الجنوبية واتجاه صريح للأوضاع التي أفضت إلى الحرب من خاصة السياسيين المستجدة. وبالأخير أنا أرد أن القضية الجنوبية هي واحدة من بل هي أهم أساس الأزمة اليمنية. أردنا أن نقف بصراحة وصدق أمام القضية الجنوبية، فالقضية الجنوبية هي جذر داخل القرن 94، وبالتالي أنا أرى أن نحلها فيجب أن نوقف أمام القضية الجنوبية، وما بعد ما بعد 94 ما هي إلا تداعيات ثم فيها الانقلاب الموجود والشرعية. فالحديث عن الانقلاب والشرعية فهذا مناسب استجابة للقضية الجنوبية وتهميشات ما حصل في مخرجات الحوار. لكن يعني فيما يتعلق بالقضية الجنوبية التعامل مع القضية الجنوبية هل يعني يتم أو يجب أن يكون كمكون ثالث يعني إلى جانب الانقلاب والشرعية أم أنه يجب أن يتم التعامل معها في إطار الشرعية وتحل جميع المشاكل المتراكمة منذ 94 كما أسلفت؟ لا، هي تظل نقطة من القضية من القضايا اليمنية، ولا أقول أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن هي قضية يجب أن تطرح على الطاولة بقوة وبكل صدق وأخذت عن اعتبار الواقع اللي بتشكل في الجنوب. فلا يمكن تجاوز الواقع الجنوب بالحديث عن مخرجات حوار في ظل أن المخرجات نعرف كيف تم صياغتها وكيف تم تجاوز القضية الجنوبية فيها. والحديث عن وتطبيق المشروع الشكل الأقالي فهذا معناه تسجيل عن القضية الجنوبية، ولا يمكن قبول هذا الواقع مفرضه بالقوة كما نرى في الحقيقة. يعني فأحزان القشرية اليمنية والأزمة اليمنية مسألة انقلاق وتحسف للأزمة اليمنية جميعا. نعم، طيب التمثيل للقضية الجنوبية في أي نعم في الترتيبات القادمة التي ذك
نعم سيد صلاح، يعني في الترتيبات القادمة التي تحدث عنها المبعوث الأممي والتي يعني يجب أن تكون القضية الجنوبية حاضرة في أي ترتيب قادم، يعني التمثيل الجنوبي للقضية هل يعني هو بالشكل المطلوب في الواقع الحالي أم كيف تنظر إليه؟ أي تمثيل القضية الجنوبية هو سيأخذ أكثر القوى الجنوبية تأثيرا في الساحة، قوى ثورية، قوى سياسية، قوى أمنية، قوى عسكرية موجودة على الأرض. هنا نعم نحن نتحدث عن التمثيل السياسي، التمثيل السياسي سيد صلاح، يعني في مسألة التمثيل السياسي في أي مباحثات قادمة. نعم يظل المجلس الانتقالي هو أكثر قوة حضورا وأكثر تأثيرا وأكثر انتشارا على الأرض، نعم لكن كما هو واضح أيضا ليس الجنوب بأكمله، نعم لكن ليس الجنوب بأكمله يعني متفق مع هذا المجلس أو أنه يعني يجعل منه ممثلا شرعيا للقضية. لا أحد يزعم بأن الانتقال يمثل جميع الجنوبيين، هذا مستحيل في على مدى التاريخ وعلى مدى تجارب الشعوب وأحزابها، لا يمكن أن هناك مكون مهما بلغت شعبيته بأن يفوز على رضا كل الشعب، ففي الشمال لا يوجد حزب طبعا والمؤتمر الذي يمكن أن لا يشكله في الشمال، لا ما لك بالحركة الجنوبية ولا أرى أن الانتقال يزعم نفسه التنبيه، لكن أنه يظل هو أكثر القوى الموجودة وأكثر القوى الفاعلة على الأرض التي يجب أن يتخاطب كل من يريد الوصول للحل من القضية الجنوبية والأزمة اليمنية بشكل عام، وهذا ما وصل إليه الكومنتي اقتنع أخيرا بحكم أن هناك أقل منع من الوصول للحل بالفعل الفاعل وبذرائع أمنية واعية لا يمكن استيعابها على الإطلاق. نعم لكن هناك أيضا أصوات سياسية جنوبية تقول أن الإحاطة أثبتت أن يعني هناك تشرذم في قوى الحراك الجنوبي وأصبح هذا التشرذم يعني دوليا بعد أن كان محليا وإقليميا، خصوصا يعني بعد ما وصف المبعوث الأممي بلقاءاته بمجموعات جنوبية ولم يتحدث يعني عن كيانات يعني شرعية تمثل هذا تمثل القضية. يعني لا يوجد ممثل الجنوبي واجمع عليه المنظمة الجنوبية الا انه سيظل هناك قوى صغيره وقوى متناثره لا يمكن على الاطلاق ان يشتريها اي تكوين او اي مظله سياسيه، والحديث عن ان الجنوب مشرم لم يعد هذا مستقرا بعد ان تم المجلس الانتقالي وانظمت هناك قوى داخل الحرم الجنوب خارج الحرم الجنوب وما لم تنظم تحت مظله الانتقالي الا ان ما هو حاصل ما يشتغل هو الحد الأدنى للخروج من مأزق عدم وجود مظلة سياسية، عدم وجود حامل سياسي قبل الجنوبية، فالمجلس الانتقالي أتى ليسد هذه الثغرة ويتجاوز هذه العقبة التي لطالما أضعفت القضية الجنوبية وأدخلتها جراحا في السنوات الماضية، وبالتالي لا نقول ان المجلس الانتقالي يمثل كل الجنوبيين ولكن يمثل الحد الادنى مما توصل اليه الجنوبيين الى مظله سياسيه تمثل قضيته بالداخل والخارج. نعم إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا صلاح السقلدي صحفي كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. أعود لضيفي الباحث السياسي دكتور عبد الله الغيلاني. يعني دكتور هناك من يتحدث فيما يتعلق بالقضية الجنوبية أن الحراك الجنوبي يعيش اليوم حالة تشتت كبيرة في قياداته وأيضا في قواعده، يعني كيف يمكن لأي تفاهمات أن تغير من هذا الشكل وأن تحتوي كل هذا الشتات؟ أولا كما أشرت في معرض سؤالك للضيف الآخر أن الإجماع لم ينعقد في الجنوب على المجلس الانتقالي باعتباره ممثلا سياسيا لأهل الجنوب، يعني هذه مسألة ينبغي أن تكون مفهومة، هناك يعني عدم إجماع. نعم قد تكون هناك بعض الكتل السياسية والقبلية لاعتبارات معينة تتماهى مع يعني مشروع المجلس الانتقالي، ولكن ليس كل أهل الجنوب بل ليس كل أهل عدن حتى فضلا عن الجنوب بأكمله. هذه واحدة. الأمر الآخر أخي الكريم، المجلس الانتقالي هو مشروع سياسي مسلح
بمعنى أنه يتوسل بقوة من أجل أن يبسط نفوذه السياسي ومشروعه السياسي على الجنوب. ما الفرق؟ هنا السؤال، ما الفرق بين هذا المشروع السياسي المسلح وبين ما قام به الحوثيون في الشمال؟ أنا أحسب أنه لا فرق، هذا مشروع سياسي مسلح وذاك مشروع سياسي مسلح، كلاهما انقلب على السلطة الشرعية وكلاهما يعني يتوسل بقوة السلاح من أجل أن يبسط نفوذه على الأرض التي بين يديه. هذا المشروع الفرق يعني أن هذا المشروع في الجنوب هو مشروع إقليمي وليس مشروعا يمنيا خالصا، وإن كان يعني بعض اليمنيين قد تماهوا مع هذا المشروع لاعتبارات ندركها جميعا. اليمن اليوم يعني يمر بلحظة تاريخية استثنائية جدا، وبالتالي عملية الاصطفاف لا تعكس يعني النوايا الحقيقية ولا تعبر عن الأوزان النسبية الحقيقية للقوى السياسية والاجتماعية في هذه اللحظة التاريخية الاستثنائية. فهناك دعم إقليمي خارجي، وبالتالي فإن هذا المشروع لا يمثل توجها يمنيا داخليا خالصا، وإنما هو يعني يمثل يعني مصالح إقليمية. وبالتالي على الإنسان الجنوبي أن يتساءل ما عسى أن يقدم له مشروعا من قبل قوى إقليمية، هل يمكن أن يعيد لأهل الجنوب حقوقهم؟ هل يمكن أن يبني دولة فيها رفاه اقتصادي واستقرار سياسي وسلام اجتماعي؟ التجارب التاريخية في اليمن وفي غير اليمن تقول لا. وبالتالي أنا أكرر مرة أخرى أن القضية الجنوبية مع الاعتقاد بأنها قضية محقة وحري بها أن ينظر إليها وأن تكون في الاعتبار، ولكن في إطار الشرعية، في إطار الحكومة الشرعية، ولا ينظر إليها باعتبارها مسألة مستقلة تماما، لأن هذا يفتح الباب للتشردم والتشتت والانقسام في اليمن. أخرى اليوم من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب أيضا يعني توسلت بالسلاح وزعمت أن لها مشروعا سياسيا وأن لها مطالب، وبالتالي فرضت أجندتها على الحل السياسي، وقد تأتي مجموعة رابعة وخامسة وسادسة. كلما حررت منطقة سنتفاجأ بنفس الواقع. هذا يؤسس لحالة اختراب داخلي وانقسام داخلي وتكريس لهذا التمزق يعني السياسي والاجتماعي الذي يعيشه اليمن. ليست هذه لحظة المطالب الفئوية والجهوية والإقليمية، هذه لحظة الانتصار لليمن الموحد، اليمن الديمقراطي الذي يستوعب جميع الفرقاء وجميع يعني القوى السياسية. بعد ذلك يمكن لليمنيين أن يحلوا مشاكلهم داخليا. اليمنيون التقوا عدة لقاءات في الحوار الوطني وخرجوا بمخرجات، وتقريبا تم الاتفاق على تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم. هذه الأقاليم في حقيقتها تتمتع بقسط وافر من الاستقلال الذاتي، وبالتالي هذه فرصة لأهل الجنوب أيضا أن يديروا يعني الأقاليم الواقعة تحت أيديهم بموجب مخرجات الحوار الوطني. ولكن أن ينبري فصيل ويدعي أنه يعني فصيل مستقل وبالتالي يعقد الأزمة اليمنية أو يدخلها في متاهات لا مخرج منها، أظن هذا ليس من الوطنية وليس من القيم. فالذي يحب اليمن ينبغي أن يترفع على هذه المطالب الفئوية الآن وينتصر لخيار الدولة الموحدة بنظام ديمقراطي يستوعب الجميع. أشكرك دكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي، كنت معنا من مسقط، شكرا جزيلا لك. أشرك معنا في النقاش، سينضم إلينا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، سينضم إلينا من الرياض. سيد مختار مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وضيفك الكرام جميعا. اهلا بك سيد مختار، يعني كيف تنظر الحكومه الى احاطه المبعوث الاممي الجديد التي قدمت يوم امس؟ نعم، بشكل عام ما تحدث به المبعوث الاممي الجديد هو تحدث بشكل حذر عن قبول كافه الاطراف للحوار، خصوصا بعد أن ظل في صنعاء لفترة طويلة وتحدث مع الإنقلابيين الذين أبدوا نوعا من القبول للدخول بمشاورات سياسية. الجديد في الموضوع عن المبعوث الجديد تحدث بشكل خاص عن القضية الجنوبية أو عن إشراك الجنوب في المشاورات، مع أنهم الجميع يعرف أن الجنوبيين مشتركين في الحوار، كثير من أعضاء المفاوضين الذين ذهبوا للمشاورات السابقة واللاحقة في جنيف والكويت هم جزء من أبناء الجنوب،
ومشكلتنا الحالية الآن التي نعاني منها ليست المشكلة الجنوبية وليست مشاكل داخلية فيما بيننا، إنما هي مشكلة بين الشرعية والحكومة الشرعية وبين الانقلاب الحوثي. بالتالي أستغرب كيف يتم الحديث الآن عن موضوع القضية الجنوبية وعن الشراكة الجنوبية، بينهم أصلا رئيس الجمهورية جنوبي، رئيس الحكومة جنوبي، الوزراء، معظم الوزراء والسلك الدبلوماسي وسفراء الدول في أمريكا وفي أهم الدول العالم هم جنوبيين، في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في دول الخليج مجتمعة. فبالتالي أنا أستغرب إدراج هذه القضية في ضمن حاضرته. نحن نعرف أن هناك حقيقة هناك مشكلة في الجنوب، ولكن هذه يتم معالجتها في إطار الشرعية، في إطار من هم معترفين في الشرعية ومن هم في صف الشرعية، وليس إدراجا ضمن القضية الأساسية التي تعاني منها اليمن بشكل عام وهي انقلاب الحوثيين. نعم، طيب ما هو موقف الحكومة من النقطة التي أدلى بها المبعوث الأممي حول الشارع الجنوبي ومسار العملية السياسية؟ بالنسبة للحكومة حتى هذه اللحظة لم تعلق بشكل رسمي حول الإحاطة وحول ما قال أنه سيقدم رؤية خلال الشهرين القادمين، رؤية متكاملة والعودة للمسار السياسي والسلمي. أنا أعتقد أنه سيتم الرد في حال تم تقديم رؤية جديدة مناقضة للمخرجات ولما تم الاتفاق عليها وهي المرجعيات الثلاثة المتفق عليها. في حال خرج عن هذه المرجعيات الحكومة سيكون لها رد، وردها سيكون معلن، ولكن طالما أنه حتى هذه اللحظة لم يتم طرح أي أفكار جديدة أو أي مقترحات جديدة للدخول بمفاوضات، لا أعتقد أن الحكومة ستعلق على هذه القضية لأنها ستكون يعني قضية يمكن الحديث عليها في إطار داخلي وليس من خلال الحوار الذي سيعقد مع الميليشيا الحوثية. فليس من المعقول أن نذهب أو أن تذهب الحكومة الشرعية بوفد، والجنوب يأتي بوفد، والشمال يأتي بوفد، والحوثيين بوفد، وكذلك المؤتمر بوفد. نحن فريقين فقط، فريق الحكومة الشرعية وكذلك الطرف الآخر هو طرف الانقلابيين الحوثيين الذين انقلبوا على الدولة وعلى الحكومة الشرعية. نعم، إذن أشكرك جزيلا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر أيضا ضيوفي صلاح السقلدي صحفي كان معنا من العاصمة المؤقتة عدن، وشكر أيضا للدكتور عبد الله الغيلاني الباحث السياسي كان معنا من العاصمة العمانية مسقط. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.